لطالما كانت عين العدو الإسرائيلي أن تصل حدود وطنه القومي إلى الجنوب والبقاع اللبناني. السياق التاريخي كفيل بتبيان ذلك، فمنذ المؤتمر الصهيوني الأول في بازل ومطلب نهر الليطاني الحدود الجغرافية الشمالية للدولة اليهودية المزمع تأسيسها. استغرق التخطيط لقيام وطن قومي يهودي سنوات طويلة في خلال الحكم العثماني ولاحقاً الانتداب البريطاني، إلى أن قسمت فلسطين إلى عربية ويهودية وأعلان قيام دولة إسرائيل، لكن بقيت حدود إسرائيل الكبرى هدفاً لم يتحقق. إذا عدنا إلى كل الوثائق الصادرة عن الصهيونية منذ العام 1903 حين يعني ما طلب من السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت من المنظمة الصهيونية أن يسمح باستيطان عدد من اليهود في شمال فلسطين في ذلك الوقت في منطقة الجليل وصولا الى الليطان، ولكن هذه المحاوله باءت في الفشل. في العام 1950 وقبل انشاء اسرائيل وقبل وعد بلفور في العام 1917 كانت هناك عده دراسات من مهندسين يهود الى موضوع المياه في فلسطين، وكأنهم يفكرون كانوا في المستقبل. حين تبين أن نهر الأردن، حوض نهر الأردن والأنهار الأخرى، نهر اليرموك والحصبانية، لا تكفي حاجات فلسطين في ذلك الوقت. لذلك عندما انعقد مؤتمر الصلح ومؤتمر ريمو في فرنسا بالعام 1920 تقدمت الصهيونية بذلك الطلب إلى وزير خارجية بريطانيا وإلى المؤتمرين لضم منطقة جنوب لبنان الليطاني إلى حدود فلسطين، وطبعاً التفاهم الفرنسي البريطاني في ذلك الوقت يعني لم تنجح الصهيونية في هذا الموضوع. وفي المذكرة التي تقدمت بها الجمعية الصهيونية العالمية إلى المجلس الأعلى لمؤتمر السلام في باريس عام 1919 حددت معالم الحدود لما أسمته بالحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين، ورسمت حدود فلسطين والخطوط العامة التي يجب أن تتبعها على أساس الحاجات الاقتصادية العامة والتقاليد التاريخية للبلد. وحول الحدود الشمالية على الجانب اللبناني طالبت تلك المذكرة بأن تبدأ بنقطة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بجوار صيدا وتتبع مياه الجبال اللبنانية حتى جسر القرعون ومنها إلى البيري وبيت جن. من أول ما زرع هذا الكيان الصهيوني بأرضنا منطقة الشرق الأوسط وبلش يتوسع خاصة مع 67، علما أن فلسطين من شمالها إلى جنوبها لا في نهر ولا في نبع ولا في مصادر مياه يعني منيحة، إلا شوي بالضفة الغربية اللي مرتفعة عن البحر حوالي 700-800 واللي فيها صخر كربوناتي كارستي، في شوية مي ولكن محطوط الإيد عليه. فهون كانت الأنظار دايما عم تتطلع أنه وين في مي قريبة لهذا الكيان، في نهر الأردن اللي أخدينه، الوزاني اللي نازل لعندهم بيطلع من جبل الشيخ من فوق ونازل لعندهم، الليطاني اللي هو كمان قريب، وكانوا عم يفكروا شوي لأبعد انه للنيل، من النيل الى الفرات. يعني هون ليش التحديد هيدا؟ تحديد لمصادر المياه الجوفية بهيدا الشرق الأوسط القليل المياه. وفي العام 1941 بعث أول رئيس وزراء للعدو الإسرائيلي ديفيد بنغوريون برسالة إلى الرئيس الفرنسي شارل ديغول جاء فيها إن أمنيتي في المستقبل جعل الليطاني حدود إسرائيل الشمالية،
وكشف لاحقا بن غوريون عن وثيقة سرية أعدها عام 1941 بأن أراضي النقب القاحلة وكذلك مياه الأردن والليطاني يجب أن تكون مشمولة داخل حدود إسرائيل. ليبي شكول رئيس الحكومة بعد حرب 67 قال أنهم يريدون ليطاني لأنهم كانوا يتذرعون نداك بأن حوالي 500 مليون متر مكعب أو نصف مليار متر مكعب من المياه الليطاني تذهب إلى البحر وبالنتيجة لا أحد يستفيد منها. كانوا يطالبون بأن تتم تحوير هذه الكميات عبر مجرى الحصباني ليستفيدوا منها لاحقا، ثم قاموا بعملية الليطاني عام 72. تجربتي بالجنوب خاصة قرى الشريط لحدود أيام الاحتلال بينت أن نحن من النقورة لجبل الشيخ مجموعة المخزن الجوفي الطبشوري، يعني بيسموه منطقة جبل عامل كلها من النقورة لكفر حمام جوع جبل الشيخ، بينت أنه في مياه جوفية عم متوفرة. هذه مياه متجددة سنويا لأنه عنا أمطار، نحن الجليل الأعلى اللبناني والجليل الأسفل الفلسطيني تحت، كما أنه جبل الشيخ اللي هو قمة عالية وعلى طول التلج وكتلة ضخمة كبيرة، وهذا عائد العصر الجوراسيك و1200 متر سماكته، هذا كمان مليان مي، خزن مي كله اسمه من المي بيطلع بشكل على وجه الأرض بشكل ارتوازي بنبع الوزانة، بيدعم بشكل كتير قوي ساقط نبع الحصبانة، وبينزل 130 مليون متر مكعب سنوي بينزلوا باتجاه إصبع الجليل الفلسطيني. بعد التحرير على أساس أنه لبنان مفروض ياخد حصة من الوزانة عملوا مشروع مثل جنوب أنه يعطوا القرى المحيطة بالوزانة بماي. تبيننا بعدين من البلدية ومن المجموعات القرى أنه ما حدا عم يستفيد من هنيك، وأنه المي اللي عم تطلع كتير ضئيلة، عم ناخد مبدئيا نحن مش عم ناخد شيء من الوزانة، الوزانة كله متروك. اخذ الليطاني هي كمجرى وادي فاصل بينها وبين شمال الليطاني، مش كانه هي جاي لتاخذ مياته للليطاني، هذه كانت قديمه ما اخذتهم كلهم، شو بعد بدها تاخذ يعني؟ كل مياه كل ثروه الماء كل الثروه المائيه بجنوب كلها رايحه لعنده، نحن شو عم نستفيد؟ وكانت إحدى أهداف حدود الليطاني تحقيق الأمن المائي للمستعمرات والاستحواذ على كل الموارد المائية المتواجدة في نطاقها. سرقوا مياه كل أرض احتلوا أو جاوروا، لكن العنوان الأهم هو الصراع التاريخي لتنفيذ المشروع التوسعي، أي إسرائيل الكبرى، أرض الميعاد من النيل إلى الفرات. سيما أن المياه ارتبطت بالعقيدة الصهيونية والفكر التوسعي الصهيوني كعنصر حيوي لاستقرار السكان، وخاض العدو الإسرائيلي حروب عديدة لهذا الغرض. أول دولة في العالم لا توجد لها حدود جغرافية. الحدود الجغرافية لدولة إسرائيل هي حدود المذكورة في التوراة من النيل إلى النهر الكبير، أي إلى الفرات. الصهيونية العالمية قامت بترجمة هذا الوعد بشعار رفع من أخطر الشعارات، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هم لم يعترفوا بالشعب الفلسطيني، لم يعترفوا بوجود الفلسطيني، وبالتالي صار هذا الوعد وهذا التطبيق الصهيوني لهذا الوعد أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، نكروا حقوق الفلسطينيين في أرضهم ويستمرون في إنكار حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
وربما يكون الليطاني محطة من محطات المشروع التوسعي الصهيوني المستند إلى نصوص دينية، بدأ في فلسطين على أرض المهدي والأقصى ويخيط أهدافه الاستراتيجية لأبعد من فلسطين لتصل إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط. طبعاً لن يتمكنوا من بسط سلطتهم الأمنية على هذا الحيز الجغرافي من النيل إلى الفرات، وهم يفكرون بطريقة أخرى، بطريقة أن تصبح إسرائيل هي الجسر الذي يربط آسيا والعالم العربي بأوروبا، هي واجهة، يخططون لتكون واجهة آسيا إلى العالم إلى أوروبا. وقد هذا المخطط ليس جديداً، الذي عرضه نتنياهو في الجمعية العامة هذا يعود إلى يعني عقدين من الزمن، وهو كان رئيساً للحكومة الإسرائيلية مدة 12 عاماً. هذا المشروع استثنيت منه تركيا، استثنيت منه مصر. هذا المشروع يعني سيجعل العالم العربي ملحقاً لإسرائيل حتى يوم الدين كما يقال. من أجل ذلك على العالم العربي أن ينهض، أن يعود إلى جعل القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات، ولا استقرار في الشرق الأوسط، ولا اندماج لإسرائيل في الاقتصاد، ولا تحقيقاً، ولن يتحقق هذا المشروع الذي حمله نتنياهو إذا استمروا في إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. من تيودور هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية العالمية إلى رئيس وزراء العدو الحالي بنيامين نتنياهو، عملة واحدة من التطرف ونكران التاريخ لرسم خريطة أرض إسرائيل الكبرى لتدشين شرق أوسط جديد بدعم دولي والسيطرة على المنطقة.